السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم لدينا هاتف من نوع ليجو اسويت. اذا هذه علبة الجهاز، هنا كما ترون. اذا سنقوم بفتح علبة الجهاز. اذا هذا هو الهاتف، شبيه لجهاز سامسونج الاسويت. إذن سنقوم بنزع إذن كما ترون سنقوم بنزعها. إذن كما ترون شكل الجهاز شبيه لجهاز سامسونج الاسويت. إذن في الأسفل نجد مكبر الصوت ومنفذ الشحن للميكرو اس بي، هنا مدخل السماعات، هنا نجد اذا مدخل بطاقة السيم كارد. اذا هنا كما ترون بقية العلبة، سنجد هنا الأداة الخاصة بفتح. اذا بطاقتين، اما نقوم بوضع بطاقة السيم هنا أو بطاقة الذاكرة. هنا نجد سيم، إذا شريحتين، هنا الأزرار رفع وخفض الصوت وزر التشغيل. إذا نكمل مع بقية، هنا كما ترون الشاحن. إذا هذا الشاحن، السماعات، إذا هذه السماعات، إذا هنا نجد الغطاء الواقي للجهاز من السيليكون شفاف. كذلك الكابل USB لشحن الهاتف ونقل الصور كذلك أو الملفات للحاسوب، وبعض الكتيبات طريقة الاستخدام وكذلك للضمان. إذا هذا كل ما هو موجود في العلبة. ننتقل إلى الجهاز. إذا سنقوم بتشغيله. إذا الجهاز بشاشة 5.7 APS HD، بروسيسور أوكتا كور، إذا 1.5 جيجا هرتز، نظام الأندرويد الفئة السابعة نوغا، به ذاكرة الرام 3 جيجا، ذاكرة التخزين 32 جيجا. إذا كما ترون هنا شكل الجهاز. إذا كما تحدثنا به اثنين كاميرا، الأولى ب 13 ميجا بكسل، وكذلك الثانية ب 2.0 ميجا بكسل. هنا نجد فك الجهاز عن طريق البصمة. كذلك في الأمام بكاميرتين، إذا الأولى 8 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل. إذا هذه هي ميزة الجهاز باثنين كاميرا. بطارية ب 2940 ملي أمبير في الساعة 4G.
كذلك الويفي والبلوتوث. إذا سنحاول الدخول إلى بعض معطيات الجهاز. إذا كما ترون هنا فيروياج دو ليكرون. إذا غلق الشاشة عن طريق البصمة. إذا طبعا إذا أردت الدخول إلى إعدادات ليجو كما ترون اسم الشركة الأسويت. هنا كما ترون نسخة الأندرويد. إذا شكل الجهاز يعتبر جيد جدا. هنا كما ترون يمكن تجربة الكاميرا. إذا سأقوم بوضع صورة وفيديو كذلك للجهاز لترون دقة الصورة والفيديو. إذا كما قلت هنا الكاميرا من شركة سوني. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. إذا كانت لديكم أي استفسارات اكتبوها في التعليقات والسلام عليكم.